اختتم حزب اليسار الأوروبي زيارة لكوبا، التقى خلالها الرئيس الكوبي الذي وصف الزيارة بالشجاعة في ظل الحرب الإعلامية التي تشنها الولايات المتحدة على بلاده ومهاجمة كل من يريد الدفاع عنها. باسمي وباسم الشعب الكوبي نشكركم على هذه الزيارة المهمة والشجاعة، ونقدر الدعم المستمر لحزبكم والدعم الذي قدمتموه للفرق الطبية الكوبية في أوروبا، بالإضافة إلى التبرعات التي قدمتموها إلى بلادنا. إنها زيارة هامة في هذا الوقت الصعب الذي تعيشه كوبا. رئيس حزب اليسار الأوروبي أكد أهمية الزيارة في هذا التوقيت للتعرف عن قرب إلى الأوضاع التي تعيشها كوبا، ولا سيما بعد أحداث 11 من أيلول الماضي. هذه الزيارة تأتي في وقت صعب ليس فقط لكوبا بل للعالم أجمع. نحن هنا للتعبير عن تضامننا مع كوبا وشعبها والتعرف عن قرب على الوضع الذي تعيشه كوبا. هناك العديد من الأخبار الكاذبة التي تتداولها وسائل الإعلام العالمية حول كوبا. وتعكس الزيارة موقفا تضامنيا آخر لليسار الأوروبي مع الجزيرة، فيما يشهد المجتمع الأوروبي دعما متزايدا لكوبا في وجه الحصار. تأتي أهمية الزيارة بشكل رئيسي كونها تعكس تضامنا مع كوبا ضد الحصار الأمريكي، وأن هذا التعاون ينعكس في الدعم المتزايد الذي تشهده كوبا على الساحة السياسية والشعبية الأوروبية وعبر حملات التضامن مع بلادنا. وفي مطلع الشهر الحالي شهدت كوبا زيارة لعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من اليسار، أعربوا خلالها عن رفضهم للسياسة العدائية الأمريكية والحملة الإعلامية الشرسة التي تستهدف الجزيرة. زيارات مهمة لحشد دعم لكوبا في الاتحاد الأوروبي في ظل حصار خانق تفرضه واشنطن على هافانا، فيما تعول الجزيرة على الانفتاح على القارة الأوروبية التي تعد شريكا اقتصاديا مهما لكوبا على مستوى العالم. عروة محمود، هافانا، الميادين.